هو معروف من المباراة الأولى إن هم عندهم مشكلة في الدفاع، ولكن ربما كان التشكيل أو التكتيك هو اللي كان مختلف، وربما هو ده اللي دايما بيطرح، هو ليه طيب موسيماني ما عندوش لحد دلوقتي تشكيل أو شكل وتكتيك ثابت علشان نقدر نقول او يثبت حتى اللي احنا فوزنا بيه امبارح علشان نقدر مثلا نحقق فوز. الكلام ده اللي بيقوله الناس. ما انا بقول لحضرتك النقاد الرياضيين ما يطرحه على الساحه. طيب احنا مع فيتا كلوب والاهداف اللي راحت دي لو كنا كسبنا 5 كان هيبقى موسيماني احسن مدرب وعمل تشكيل محترم والتغييرات ممتازه وكل حاجه هتتقال فيه حلوه، لكن هو ما كانش فيه توفيق. يعني في الماتش الاولاني اللي في القاهره ما كانش فيه توفيق، ومع عدد الفرص اللي ضاعت غرت اللعيبه ان احنا هنكسب في اي وقت، وبقى في استهانه شويه بالفرص. حصل العكس في الماتش بتاع امبارح، احنا الفرص اللي جات لنا حطيناها جبناها. يعني اول فرصه اتيحت ده احنا بعد دقيقه ونص لمحمد كنا بنروح للجول وضيعنا بتاع كورتين او ثلاثه. اول كوره اتشاطت على الثلاث خشبات من محمد شريف جت جول. هو ده برضو يرجع للتشكيل المناسب والسليم مع كابتن محمد. يعني امبارح بصراحه كان في توفيق كبير جدا، فكره كمان بان محمد شريف هو اللي ينزل، مروان محسن زي ما حضرتك الاختيار ده مثلا ممكن يكون بوليا لم يوفق في كذا مباراه اخيره، يعني الاختيار او التشكيل ده هو يعني سبب كبير. كان في توفيق لما انت لو هتبص بقى للتشكيل. طب ما محمد شريف لما خرج ومروان محسن لما خرج ونزل طاهر محمد طاهر، نزل بواليا، ما بواليا عمل اسيست لمحمد طاهر وجاب جول. يعني هو توفيق من عند ربنا. كان يعني الفرص ضاعت في الماتش الاولاني، ما كانش فيه توفيق، لكن كان في الماتش بتاع امبارح تركيز جامد جدا، وكل الناس عاوزه تستغل انصاف الفرص. وفعلا الفرص اللي جات لنا احنا جبناها. انا عايز